فهو دايما يحاولون الطعن في من يهتمون بقضايا العقيدة، ويقول لك إن قضايا العقيدة دي قضايا إيه؟ نظرية لا يترتب عليها عمل. فالجواب على هذه الشبهة إن هذه الأمور العلمية الخبرية والتي يسمونها هم الجانب النظرية من الدين، والتي أخبر بها الوحي، يلزم تصديقها واعتقادها، لأنها أصل الدين ولب الإسلام وجوهر التوحيد. هي أهم أشياء في الدين. الأجزاء اللي هم بيقولوا عليها إيه؟ بيطالبوننا بإهمالها. وبعضهم يتشدق ويقول دي تفرق المسلمين. ما هو المفروض إن التفريق البشر ما قصدش المسلمين. ما التفريق ده مش في صفة الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة إيه؟ ومحمد فرق بين الناس، يميز الناس إلى مؤمن وكافر، إلى سني ومبتدع. فإذا كان افتراق بسبب انحراف ناس هم الذين يلامون، وليس من يذكرهم يعني منهج أهل السنة والجماعة. فيأتون مثلا لقضية مثل قضية الأسماء والصفات، معرفة الله تبارك وتعالى، ما الذي يليق بالله والذي لا يليق به، كيف نفهم أسماء الله الحسنى وما أحكام ذلك، صفات الله عز وجل ما الذي نسلكه فيها، وكيف كان السلف الصالح الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان في هذه المسائل. هذه يحاولون التهوين من المسألة بحجة تجميع الناس وتأليف القلوب. فالتأليف لازم يكون على منهج، لأن الرسول عليه السلام قال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال يعني كونوا أحباب وكل واحد يتنازل وتصالحوا كده مع بعض عشان تبقى وحدة، ولا قال فعليكم بسنتي طريقتي، فعليكم بسنتي، هذا هو علاج الفرقة. ولا يصح أبدا أي علاج خلاف ذلك. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فلا هوادة مع البدع أو الانحرافات عن منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. قل اتباع وغيرنا من كل مبتدع يزيد الكم.